ضمن مبادرة إحياء روح الموصل ومولة الامتحاد الأوروبي، تقوم منظمة اليونسكو بإعمار حوالي 120 منزلا تراثيا في منطقة الموصل القديمة. هذا المشروع مقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى حوالي 44 منزلا في المنطقة حول جامع نور الكبير، والمرحلة الثانية هي 75 منزلا في المنطقة الممتدة باتجاه نبي جرجيس. هذا المشروع يتضمن صيانة المنازل التراثية والحفاظ على الطابع التراثي بها، وأيضا صيانة البنى التحتية والتي تشمل الطريق حول هذه المنازل. من ضمن هذا المشروع أيضا تقوم اليونسكو بتدريب المتدربين، حوالي 350 متدرب، وإدراجهم ضمن هذا المشروع من أجل خلق فرص عمل لهم لاحقا، ومن أيضا لغرض اكتساب المهارات في صيانة المباني التراثية. هذا المشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا ست نادية، احنا نرحب بكم اخوان بهذه الجاية مالتكم. هسه حاليا راح نبدي نفتر على البيوت اللي عندنا، فنرجو من عندكم انه تلتزمون بامور السيفتي، يكون الاخوة هم ويانا اذا المفروض ويانا. راح نفوت بيت بيت، وراح هسه احنا بالمرحلة الثانية اللي نشتغل بيها، بعدين راح نتحول الى المرحلة الاولى اللي هي 43 بيت هناك. فهسه حاليا راح نبدي بهذا اول بيت، اللي هو حقيقة من أهم البيوت الموصلية اللي أكيد دائما يشوفون صورها بالفيسبوك، فهسه راح نفوت بيها. حاليا مثل ما تشوفون هو البيت في طور الاعمار. اول مرحله من البيت هو احنا نزيل كل اللبخ المتضرر اللي موجود بالبيت، بعدين نحاول نظهر الفرش وكل هاي الامور، وازاله كل الامور المضافه. يعني انتم اكيد بالاثار وتعرفون يعني انه هذه البيوت صار بها اضافات كثيره، خاصه من اهل البيوت اللي ساكنين. فحاليا يعني احنا نأسف انه اكو انقاض، هذا بس تعرفون يعني هو هذا موقع عمل يعني. ف يعني هذا كبداية هذا البيت، وهسه راح نتحول على بيوت. اذا عندكم اي اسئله هم يعني تريدونها. احنا بالنسبة لنا شكرا لك، بس عندكم خارطة تعتمدون عليها يعني بإعادة الصيانة أو إزالة الإضافات، يعني مثلا صور قديمة، مخططات للموقع، يعني ممكن الرجوع إليها؟ عندنا أستاذ عبد الله المهندس المعماري، هو راح يتفضل. طبعا جميع هاي الدور قبل البداية بإعادة إعمارها تم توثيقها وتصويرها بكامل تفاصيله ورسم المخططات مالتها على واقع الحال الموجود. طبعا بعض البيوت، كثير من البيوت يصير بيها تغييرات، لأن نحاول نرجعها على أصليتها مثل ما كانت مبنية بوضعها الأصلي. احنا يبقى الأعمار مالتنا اكو أزيد من نوع من الحفاظ، احنا عم نشتغل على البريزرفيشن مو على الريستوريشن، على إعادة القديم، على إعادتها على آخر وضع كانت عليه البيوت. فكل تفاصيله موثقة برسومات وصور جميع التفاصيل والمخططات مال كل البيوت. احنا نعرف مفتشية الآثار، مفتشية آثار وتراث نينوى عندهم يعني قسم خاص اللي هو التراث، تستعينون بأحد من جماعة التراث، يعني بشخص مختص يكون أثناء إعادة الترميم أو إعادة يعني العمل أثناء العمل الميداني، عندكم شخص مشرف من المفتشية أو عنده اختصاص بهذا المجال، يعني ممكن يكون تحت إشراف المفتشية أو مساعدة، ما نقول إشراف، يعني هذا الشيء موجود متوفر؟ أكيد، هو دائرة الآثار والتراث هي شريك أساسي ويانا بالمشروع. عندنا لجنة إشراف هي شكلت من قبل محافظة نينوى وتضم أعضاء من مختلف الدوائر الحكومية ذات الصلة، وأهمها هي دائرة الآثار والتراث. طبعا هم يعني مشرفين بشكل دوري ويجون يسوون زيارات ميدانية وتأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
ست ممكن يعني مثلا يكون فد دور للجانب الأكاديمي؟ مثلا احنا هسه ذاك الجلسة ايضا حضرنا الجلسة السابقة تكلمنا عن الاختصاصات وقلنا انه احنا عندنا اختصاص الإسلامي وهم يدرسون البيوت التراثية وعندنا يعني اطاريح ورسائل بالجانب العملي. ممكن مثلا بالخطوات او المراحل القادمة تستعينون مثلا يعني خبير او استشاري يكون هو مشتغل فعلا على هذا المكان؟ يعني عندنا اشخاص هم صوروا البيوت قبل أحداث 2014 أو في فترات أقدم، فممكن يكون عندكم مثلاً شخص مختص من كلية الآثار، يعني ممكن يكون هذا من باب الخبرة أو الرجوع إلى الصور الأصلية أو المخططات كجانب أكاديمي. حقيقة احنا يعني مثل ما ذكرت لحضرتك احنا تنسيقاتنا كلها عن طريق الدوائر الحكومية، لأنه هو هذا السيستم اللي مشينا به والمعمول به يعني على صعيد محافظة نينوى واعتقد على صعيد جميع المحافظات. يعني تنسيقات على صعيد العمل مع الدوائر او العفو مع الجهات الأكاديمية لحد الآن ما عندنا، لكن احنا نتمنى إذا عندكم يعني اي طروحات او اي مقترحات ممكن تساعدنا ان تكون يعني تتعاونون مع دائرة الآثار وعن طريقهم يصير يعني التنسيق او التعاون ويانا. بالاضافه للجواب السنادي يعني اي، فاحنا اذا راح صادفنا مثلا بيوت انه يجوز بالمراحل القادمه يعني بالمستقبل ان شاء الله انه مثلا الميدان او غير هاي المناطق اذا بيت ما موجود اصلا، فاكيد راح نعتمد على الاثاريين او المهتمين بهاي الامور الطراز الاسلامي او مثل ما ذكرتيها اكيد يعني راح يكونوا متواجدين ويانا. اما حاليا كمرحله اولى ومرحله ثانيه احنا حاليا فقط المحافظة على ما هو موجود. تمام. معكم استاذ دكتور ميسون دنون العبايتي مدير مركز دراسات الموصل. طبعا سبق وان قمنا لقاءات عدة مع منظمة اليونسكو، طبعا مثل ما تفضل الدكتور ياسمين الجانب الأكاديمي مع منظمة اليونسكو شوية يعني ما أكو تفاعل فيها. يعني نحن هسه مركزنا مركز دراسات الموصل يهتم كله بتاريخ وتراث الموصل، يعني وحتى عندنا نحن مختصين بس أشني يعني من الناحية التاريخية، فحبذا يعني لو يكون هناك تفاعل بين مركز دراسات الموصل ومنظمة اليونسكو، لأن نحن مركز قديم يعني تأسس من 1992. وشكرا. تمام. احنا حاليا هذا البيت، تحبون نطلع على البيت اللي بعده؟ يلا. نادية. عبد الله يوم. يعني هسه راح نفوت على بيت نحكي على الفرش يعني بيت. الطريق اللي هو استاذ مصور خلي يمه. تمام. راح نقف هنا؟ اي راح. تمام. النماذج الدور اللي عندنا موجوده مثل ما تشوفون دكتور، اذا تشوفين هذا مثل هاي الدنقه التراثيه ايضا هاي من الخشب، ايضا راح يتم المحافظه عليها طرق ان شاء الله يعني اختصاصيه. البيت مثل ما تشوفون وضعه، يعني احنا اغلب البيوت هنا هي بيوت قديمه قسم جزء بها اجزاء عائله للسقوط. احنا نحاول قدر الامكان احنا نحافظ على الشيء اللي موجود، يجوز اذا الانستيبل الفقرات الاجزاء الانستيبل يعني راح نزيلها ونرجع نعوضها نفس الامان. بالضبط. استاذ عثمان. استاذ عثمان هسه اهم عنصر طبعا عندنا بالعناصر البناء الموصلي اللي هو الفرش.
عندنا استاذ عثمان هو الاختصاص بهذا الموضوع، معالجة واسترجاع الفرش على أصله، إذا تتكلم على مثل هذا. طبعا إحدى التحديات اللي تواجه المشروع في إعادة تأهيل هذه الدور هو كيفية التعامل مع الفرش. طبعا من المعلوم أنه أغلب هذه الدور تتجاوز أعمارها 100 سنة، ونتيجة التقادم بالزمان، نتيجة الأعمال الحربية أثناء تحرير المدينة، تعرض قسم من الدور أو أغلب الدور إلى التدمير، من ضمنها الفرش. عندنا طبعا مراحل للتصليح. أولا يوجد قطع فقدت أثناء عمليات التحرير، يعني قطع كبيرة من الفرش تدمرت، فيجب تعويضها بقطع إما من الأنقاض اللي متوفرة حاليا، أو إذا ما اتسنى لهذا نجيبها من المصانع الحديثة طبعا، بس نحاول قدر الإمكان بنفس النقوش نفس الديتيلز نفس الألوان. عندنا التحدي الأكبر هو بالنسبة للبيوت اللي ما تضررت نتيجة تقادم الزمان، الناس اعتادوا على طلاء الفرش على فترات، طبعا سنة بعد سنة تحول هذا الطلاء اللي هو أنواع إما المائي أو الدهني تحول إلى طبقات أشبه بالإيبوكسي، فكيفية إزالة هذه الطبقات بدون ما نؤدي النقوش الموجودة على الفرش. أغلب هذه الأعمال تتم طبعا بصورة يدوية، في بعض المناطق عندنا مساحات تكون اللي هي المساحات المستوية، ممكن استخدام ورق الصقل بجريد مختلف درجات مختلفة إلى أن نصل إلى درجة البولش مع الفرش. النقطة الثالثة هي موجودة الديتيلز اللي المنحوتات اللي يجب أن تنحت بنفس الصور اللي كانت سابقا، يعني احنا عندنا صور موثقة سابقا عن مثلا مداخل الدور، كل دار بينه نقوش معينة، وأعتقد حضراتكم تعرفون بهذا الموضوع، فحاولنا قدر الإمكان أن نوفر هذه الصور ونرجع النحت بنفس الصورة مثل ما كانت سابقا. المواد المستخدمة في إعادة تصليح الفرش هي بالنسبة للتكسرات القليلة عن نستخدم مادة الإيبوكسي اللي هو أحسن مادة كبوندين كربط مع الفرش يكون، بإضافة مواد فيلر ماتيريالز يعني مواد مثخنة حتى يصير أشبه بالمعجون مع ألوان خاصة أكاسيد، بحيث يعني تعطي نفس النظرة قدر الإمكان. طبعا هو 100% ما رح يحدث التشابه، بس خلينا نقول 80-90%، بحيث الناظر من ينظر كمنظر إجمالي ما يشوف أنه أكو تصليح سابق. نحن ما استعنتم مثلا بخبرات بالخارج؟ نحن يعني قبل فترة كان عندنا لقاء مع مجموعة من أساتذة، من بروفيسور كانت من جامعة بولونيا، بروفيسور من جامعة نيس كان موجود معنا، والله كان مع أوروبيين، كان الميتنج مع أوروبيين لمدة 3 ساعات. نعم، فالبروسيجر اللي عنقوم بينه بعد النقاش طلع نفس البروسيجر اللي يعتمدونه أكاديميا في أوروبا، ويعني مثل ما نعرف انه دوليا هو الايبوكسي احسن ماده لتصليح الفرش، لان بينه نوع اولا من الترانسبيرنسي، بينه شفافيه يعطي نفس شفافيه الفرش، رقم 2 قوه الربط مع الفرش اقوى من المواد اللاصقه الاخرى، رقم 3 تحمله لفرق درجات الحراره ما بين 60 مئوي صيفا الى 0 أو -1 شتاء، يعني يعطي هالمرونه بالاكسبانشن بالتمدد، فيعني نجحت العمليه عندنا، وعندنا اختبارات عملنا عمليه فعلا، يعني انه قطعه من الفرش صلحناها بالايبوكسي، خليناها مثلا الى درجه -500 داخل الفريزر، وبعدين راسا عرضناها الى درجه حراره التموز اللي هي 600 ما صار اي كراك بيها، اللون ما تغير وصلابه الماده بقت مثل ما هي. تعرف لان عندنا مثلا سوريا، نعم، هاي البيوت العربيه هي مهم يستخدمون هاي الماده، اكيد نعم، ماده الفرش، فهم لهم خبره بها، نعم، يعني تقريبا حتى البيوت هي نفسها شويه يعني مقاربه، أيه، من نوع يعني. والله دكتورة نحن تعرفين هي الخبرات العالمية مهمة جدا، بس نحن الخبرات الخبرة العملية اللي اكتسبناها بالتصليح، يعني عملنا تجارب قبل ما ننصح المنفذين انه يقومون بهالعمل هذا، يعني تجارب كانت كلش ناجحة. القطع الكبيرة اللي بالتصليح اعتمدنا ما بس الايبوكسي، وانما استخدام قضبان حديدية للتوصيل لإعادة التثبيت بصورة صحيحة، يعني ان شاء الله العمل يكون جيد بصورة عامة. اسمح لي التعليق، الله يخليك. تفضل. يعني بالبدايه الرخام او الفرش الموصلي طبعا هو موجود اول شيء، طبعا هو موجود اول شيء، شكرا لكم انه استخدمتوا من يعني الانقاض القديمه، هذا شيء شغل جيد، لكن اهلنا والمعمار الموصلي بحد ذاته لما استخدم هاي الاحجار اخذها من مقالع، ومقالع تكون قريبة عن المدينة، والأحجار بحد ذاتها الفرش، أنا أتحدث على الفرش، الفرش بشقد ما تتعمق بالأرض هو طبعا بالطبقات اللي تكون قريبة على مستوى سطح الأرض يكون لونه أبيض،
لكن ايش قد تتعمق يطلع لونه على زراق. ويعني اذا انتم على صفرار في بعض الأحيان. بالضبط بالضبط. يعني انا اشتغلت على العماره السكنيه واخذت جزء من الفرش طبعا من احد الدور كان بانقاض، وكذلك سويت عليه بعض الفحوصات المختبريه، فوجدت انه الفرش به نوع من المسامات حسب ما يقول شو اسمه. انتم يعني مشكورين على معالجاتكم، لكن اريد انوه المساله بسيطه على وياه، انه نحن نريد نفكر مثل تفكير الانسان. هسه نحن ما نقدر نسويها مثل ما هم، موجوده الادوات، موجوده المقاشط، موجوده المناشير، يعني من ضمن الاشياء اللي كانوا يقصون قبل ما كانت اكو مكائن، فكان منشار تقريبا طوله مترين، شخص من الجهتين، فكانوا ينشرون. طبعا ما تطلع القطعه بشكل مستوي، فيجيبون قاشطات، هاي القاشطه يعني لدرجه انه احد من السكين بحيث يعمل الزوايا قائمه. بالضبط بالضبط بالضبط. ف يا ريت، يعني هو رايي انه يا ريت انه تكون الالوان يعني حسب ما هي كانت موجوده بالتوثيق، موجوده هي بالصور القديمه. والله دكتور، هو نحن هسه اذا نشوف بالروت الاول، اذا واحد نطلع عليه راح نلاحظ هناك مناطق مسلحه. نعم. يعني اذا ما نركز عليها، اذا ما قلت لكم هاي مسلحه ما راح تكتشفوها، يعني ليها الدرجه بالدقه عن حاول. جيد. يعني حتى اتجاه الروت، تعرف انه الفرش بينه اما الروتس الدمارات، خلينا نقول بالعاميه. نعم. اما طوليه او عباره عن دوائر سيوير. نعم. حتى بهذه عن نعطي تعليمات انه تطلع نفس الطريقه. نعم. يعني المواد اللاصقه تستخدم بالتلميذ بنفس الطريقه. انا قصدي انه يعني يا ريت تتحرون على الاماكن القريبه اللي كانت قديمه، هي اعتقد صارت بناء، لكن التربه اللي موجوده او الارض اللي موجوده بالموصل الا موجود بيها. اكيد نحن عم نحاول قدر الامكان نجيب اللون الفرش طبعا اللي يراد تعويضه. أنا هذا يعني الكتل الكبيره، الشيء الجيد. الكتل الصغيره عم ناخذها من الانقاض. نعم. يعني 30 في 30، 30 في 40 سنتيم، 50 سنتيم من الانقاض، بس اكو قطعه مثلا متر في نص متر. والله هي بصراحه ما ممكن تلقيها الا موجوده بالانقاض. لا بالانقاض ما تلقيها. إيه ما نلقيها. بس هي اذا حفرت يعني 3 أمتار راح تلاقيها. هسه بهذا المكان مالتنا اذا حفرت راح تلاقي فرش، كذلك باطراف المدينه. نعم. وكذلك الموصل دكتورة ميسون، يعني اريد اعلق على كلام، ما حد استخدم الفرش بس الموصل. بس الموصل. ولذلك الهوية، بس الموصل الهوية فقط. الهوية. نعم. يعني هسه اي مصدر او اي مكان او اي باحث يذكر لك فرش، ما يذكر لك فرش، رخام. هو اصلا تسميته العلميه رخام. صح. بس نحن تسميتنا العاميه فرش. نعم. بس الموصل فقط، يعني ماكو اي مدينه اخرى استخدمت هذا الحجر. تأييدا لكلامك دكتور، انه حتى الفرش اعتمادا على طبقات الارض بينه شفافيه، كل طبقه. نعم. تختلف عن الثاني. نعم. يعني نعم. شفافيه الاضاءه ماله. صح. شوف بعض مرات تسلط إضاءة ملامسة الفرش. اللي هو الطبقات العليا، الإضاءة تقريبا تخترق إنج أو أكثر. صح. اللي على لون رصاصي أو غامق ما يخترق نص سنتيم. درجة الصلابة أقوى يكون. يا ريت يا ريت. بالضبط. أنا يعني إذا ممكن الفرش الفيني أو الرصاصي هو أقوى شيء. أقوى الأزرق. أزرق يعني أقوى شيء يعني. يكون مكبوس تحت طبقات الأرض. لأنه بطبقات الأرض يعني ما تلاقينه متر ونص مترين. 4 أمتار، 6 أمتار، وبقطع كبيرة. أنا حضرت يعني بالمنطقة بالزنجيلي الجسر الخامس، لما حفرته الشركة اليابانية بقتها، يعني تصور إيش طلع. أي بالضبط. أنت واعي عليهم. يوم اللي كان دائما يفيض بالماي وتشتغل المضخات. ما يفيض بس بالماي، أصلا نفط طلع جوا. أنا مشاهد عيان، أنا من المنطقة. فوجد بفجرها قطع كبيرة، يعني على بعد 15 متر، العفو 15 متر. ايش قد ارتفاع هذا النفق ما باب سنجار؟ نعم. بالاسفل قطع كبيره من الفرش الموصلي. فندق الموصل نفسه منحفر. فندق الموصل. نعم. اكو يعني اكو مكانات، يعني يا ريت تتحرون على المكان اللي به قطع تكون مميزه وقريبه جدا على البناء الموصلي القديم. اللي استخدمناها بالروت الاول ان شاء الله. ان شاء الله مقارنه. ان شاء الله. استاذ هم بس ملاحظه، يعني احنا بعض اجدادنا. نعم. يعني اللي كنا ساكنين بها لمن يعني تدخل خاصه بغرفه الاستقبال بها لوحات.
يعني مرسومه يعني من شلون اصباغ اصباغ يعني ما اكون منها مثيل. يعني انا بيت جدي هسه كله هذه اكاسيد طباشيريه حتى تمسك يعني بالايد كبيرة. حتى تمسك بالايد نعم. انه تبين اثرها بالايد. اي نعم هي هاي يعني ما عندكم هاك النماذج كم شفتها؟ اي والله ما يعني وصلنا هيك ما شفنا هيك نموذج. كله بيت سيدي عندهم هاي الاشياء يعني لوحه كبيره من تفوت تدخل غرفه الاستقبال بها هذا الشيء لوحات. تمام تمام هو اكو كثير امور كل الوان هاي الازرق هذا كله بها منقوشة. ما احنا يعني الاعمار اللي عندنا هو روت يعني ايه. مسار معين مسار تراثي فما شرط نلاقي كل هاي الامور اي ف... يعني فهاي يا ريت اكو هكذا تمام اكيد اكيد يعني احنا ان شاء الله هاي من الفكره المستقبليه هسه راح ننطلق منها لها مثل منظمة UNDP أو فتشي فهي ما نقدر نشتغلها أو احتمال البيت متعرض إلى ضرر كبير فأيضا ما نشتغل. بس نادي عندك شيء طبعا طبعا واحد من التحديات اللي نواجهها بهذا المشروع هي طبيعة هاي المنطقة والشوارع الضيقة يعني مثل ما يشوفون هسه يعني حتى صعوبة إنه إزالة الأنقاض صعوبة إزالة الأنقاض صعوبة رفع الأنقاض يعني ايضا الاليات اللي ترفع الانقاض مثلا احنا مجبرين نستخدم دنابر وحتى مو كل الدنابر يعني ممكن انه تفوت باي شارع فيعني وحده من هاي من المشاكل او خلينا نقول التحديات اللي واجهتنا بهذا المشروع هي طبيعه المنطقه وشوارعها الضيقه بالاضافه الى انه بعض البيوت حالتها هي يعني غير مستقره ظاهريا هي تبدو يعني مستقره لكن بس يبدي العمل بها تبدي اعمال التقشيط مثلا تظهر انه عندنا بعض المشاكل اللي يحتاج المهندسين انه يتخذون بها يعني قرارات انه شلون تتم طريقه المعالجه حتى ما نخسر يعني اكبر جزء من البيت فهي ايضا من الميزات بهذا المشروع يعني يختلف عن مثلا المشاريع الاخرى لان كون طبيعه المنطقه وهي اصلا المنطقه يعني غير انه هي قديمه هي ضررت هوايه بالعمليات الاخيره اللي صارت سنه 2000 فتره من 2014 الى 2017 اي بالضبط مثل ما ذكرت ست ناديه يعني قسم البيوت وجدنا ايضا يعني قنابل ومتفجرات واصلنا مع الدفاع المدني وازلناها ايضا حتى احد البيوت وجدنا جثه يعني بالسرداب كانت مدفونه فكثير امور وتحديات يعني نعانيها صراحه ويا هذا الموقع بس ان شاء الله يعني نكون على قدر المسؤوليه وننجز المشروع هسه راح نتقدم بعد نطلع على البيت اللي بعده ازر بالك تقدم شيل هذا شيلوا الشريط يرجعون عليه وتبقى يعني احنا اكو بيوت مستاجره
ناس يعني قاعدين بيها، اكو بيوت مالكين يعني قاعدين بيها، يعني عاديين يوم ما يتخلصون يرجعون بيها. ايه ايه طبعا ايه، عندنا عقد ويا اهل البيت يعني. يعني اكيد ست انه اكيد ست يعني من تم اختيار هاي البيوت، طبعا هي تم اختيارها مو على اساس يعني الحالة الاجتماعية للأشخاص، احنا مشروعنا مو مشروع يعني يختلف عن اي نعم خلينا نقول الطابع لمنظمات العمل الإنساني. فاحنا اكيد لما اختارينا روت مثلا اختارينا مجموعة من المنازل تواصلنا وقدرنا نوصل الى اصحابها، لان اكيد ان ما ممكن ان نشتغل بيت من ما نعرف من مثلا اللي منه تعود ملكية هذا البيت. واحد ايضا من الاشياء اللي تميز هذا المشروع انه احنا بعيدين عن مبدا المأوى او الشلتر، يعني مثل ما نقول اللي هو يعني يركز على اللايف سيفنج او اعاده يعني المينيمم من البيت. لا احنا نحاول انه لما نرمم افضل لو تبقى يعني هي هاي تترمم يعني تبقى مثل ما اشلون اقول مثل متحف، نعم يعني تكون يعني أشوف مكان جذب أو شيء للسياح، هاي هم مفيدة كثير. يعني صحيح كلام الست، بس إذا كانت ملكيتها خاصة من الصعب إنه مثلاً تتحكمين بها، لكن إذا كانت ملكيتها تابعة خلينا نقول للوقف أو للآثار من الممكن إنه يكون هيك، مثل يعني الست مثلاً عندنا بيت سليمان صايغ بيت زيادة هي ملكيتها للآثار. فهسه إحنا في تعاوننا الحالي مع دائرة الآثار إحنا في صدد يعني تقريباً إعداد الكشوفات وإعداد مخططات يعني وجدال كميات خاصه بهذه البيوت. فهي الخطه المبدئيه اللي انطونا اياها ذات الاثار انه هي حتكون متحف يعني هذه البيوت يعني هي نعم بالضبط ست بالضبط. شكرا. ال 44 بيت ويعني احنا حضرنا جلسه سابقه عن انجازاتكم بهذه المرحله، وهسه بديتوا المرحله الثانيه اللي هي 75 بيت. اختيار البيوت نلاحظ اختيار البيوت مثلا انتقلنا من مكان لمكان، نعم. يعني على اي اساس؟ على اساس القدم، نسبه الاضرار، يعني هذا السؤال الاول. والثاني ايش قد يعني المده الزمنيه، لان نلاحظ يعني نسبه الدمار بالنسبه للماده الاوليه تحتاجون وقت، يعني حتى مرحله القشط اكيد لازم تكون بدقه وعنايه حتى تقدرون تحافظون على يعني البيت يبقى قائم. بالنسبة للمرحلة الأولى اللي هي حول جامع النوري اللي هي 44 بيت، المشروع هو مستمر، من المؤمل أنه يتم إنجاز المشروع بعد تقريبا 3 إلى 4 شهور، يعني طبعا متضمن الطريق اللي هو حول هذه البيوت. أما بالنسبة للمشروع الحالي اللي هو 75 بيت فإحنا بدينا بمنتصف الشهر التاسع، ومدة المشروع هي سنة. يعني قد يكون بعض الأحيان تواجهنا ظروف هي خارجة عن إرادتنا، خاصة الظروف الجوية، خاصة مثلا بعض الأعمال الإضافية تطلع لنا بالمنازل نتيجة لمثل ما قلت لك ست، يعني بعد ما يتم القشط بعد تظهر بعض نعم بعض الأمور الفنية اللي تحتاج إلى إعادة نظر بها، فيعني هذا يتحمل مدد إضافية. لكن مدة المشروع رسميا هي بدأت من منتصف الشهر التاسع وحل إلى منتصف الشهر التاسع سنة 2022. أما على أي أساس تم اختيار هذه المنازل ست، فهو مثل ما ذكرت أنا مسبقا هي نهج الكتلة، يعني مثلا إحنا عندنا روتات أو نعم يعني هو مسارات، فنختار أنه مسار متكامل مو انه اعتمادا على خلينا نقول اهم شيء هو اعتمادا على الموقع والاهميه لهذا المسار اكثر من اعتمادنا على درجه الضرر او عوامل اخرى، باعتبار انه احنا ايضا بالنسبه لدرجه الضرر عندنا محددات. يعني بيت اذا يكون هو عباره عن ارض فارغه او بيت متاكل تماما ما يدخل عندنا ضمن العمليات الاعمار، لانه من الصعب انه تحافظين يعني او ترجعين هذا البيت مثل ما كان. احنا يعني فكرتنا الأساسية قدر المستطاع أن نرجع هذا البيت، ما أنه مثلا نزيله ونبنيه من جديد، إلا إذا كان يعني أجزاء من البيت مثلا غير مستقرة إنشائيا من الممكن. إيه بالضبط ست. ما أعرف بس هنا شفت الأستاذ يقول المادة الأولية، قال المادة الأولية إحنا ممكن إذا بيت متعرض للتلف تماما أو يعني منهار تقريبا ممكن نستفاد من المادة الأولية. المادة الأولية تقصدين الفرش لو اللبخ؟ اللبخ يمكن حتى جلسة السابقة حكينا عن هذا الموضوع، احنا قدرنا نحلل بالضبط.
بالضبط. احكي عن الفرش ما يعني الفرش احنا مثل ما قال الاستاذ عثمان احنا القطع اللي موجوده نحاول قدر الامكان انه يعني من ضمن الانقاض اللي موجوده بالمنطقه القديمه انه نحاول نلقي قطع ترهم ويا نفسها، اذا ما لقينا لا ننجبر يعني ننحتها او معالجات الريبير عندنا بالماده الابوكسي مثل ما ذكرها. تمام، بس احب انوه على فد شغله دكتوره، اذا تشوفون يعني هاي من ايضا من المشاكل اللي يعني عانيها، يعني بيت هو اصلا اذا تشوفين هذا الايوان هو كان بيت كبير بس مرور الزمن كن قسموه للاهالي فهذه يعني هم مع الاسف يعني ايه يعني عمل بهكذا مخططات مثلا اذا تغيير عندك مسوين على الخطه انت راح ترجع للمخطط الاصلي، يعني ترجع ايوان لو يرجع مقسم مثل ما استلمت او مثل ما الوضع الحالي. يعني مثل هذا البيت اللي احنا ما نقدر حاليا، يعني هسه باعتبار بيوت منفصله مبيوعه ويعني كل واحد بها سند وايضا يعني البيت هسه هذا المجاور هو بيت كن عمرته يعني منظمه UNDP، فاحنا حسب القوانين اللي عندنا فقط البيوت اللي ما معمره من غير منظمات نقدر نشتغلها. فمثل هيك حاله اول شيء البيت مقسوم وكل واحد عائله شكل كل واحد سند شكل ايضا ما نقدر. ثاني حاله المشكله اللي انه هو تابع لمنظمه ثانيه كنا نشتغلها. نعم تمام. زين، في حاله انه يعني البيت بعده نفس الحيازه او نفس الملكيه، يعني انت من وجهه نظرك او من وجهه نظر الكادر العامل بالمشروع حاليا ترجعوه على المخطط الاصلي يمكن احسن، يعني هم من ناحيه الحفاظ على المخطط كتراث وكعمر المبنى، يعني في حال اكو امكانيه انه نرجعه مثلا ما يكون مبيوع او تابع لمنظمه اخرى، من وجهه نظركم يعني انتم هسه بالاعتبار بالعمل الميداني، احنا بالنسبه لنا كنظره اثريه او تراثيه انه الافضل يرجع على الاصل، اكيد مثلا شكل الايوان او شكل الحوش الداخلي او يعني التفاصيل الدقيقه اللي هو اساسا اقيم يعني من اجلها، بس انتم من ناحيه العمل الميداني لان احيانا تتقاطع، يعني اكو امور انتم بالناحيه الفنيه ممكن معالجتها وامور صعب معالجتها. احنا هاي الحاله طبعا صادفتنا بالمرحله الاولى، عندنا تقريبا 3 بيوت صاحبهم احد الاشخاص يعني هو نفس المالك، فقمنا بعض الاجزاء انه باعتبار انه ولو كان هو مؤجر بس هو قال يعني راح يرجعه مثل ما كان البيت، فحاولنا قدر الامكان انه يعني مثلا حتى السرداب كان مقطوع فرجعنا مثلا السرداب، التهويه مال السرداب مثلا كانت على البيت الثاني لا خليناها تكون على بيت واحد، وراح نشوف هاي الحاله ان شاء الله بالمرحله الاولى. تمام. اختيار البيوت العفو يعني هي ليش ما تختارون البيوت اللي بها طرز معماريه اكثر للقديم وتختاروها يعني تشتغلون عليها هاي البيوت؟ مثل ما ذكرت ستسة قبل شويه احنا بدنا نمشي يعني بدنا نختار المسارات متكامله، يعني باعتبار انه هي المنطقه ككل كمدينه قديمه هي مرشحه ان تدخل الى قائمة التراث العالمي، فاحنا لما بدينا انه يعني كيونسكو لما بدينا شغلنا بالمنطقه القديمه بدنا نبني مثل مسارات، يعني ما نقدر انه نختار بمنازل متفرقه، هذه هي احد اهم خلينا نقول المبادئ اللي نختار على اساسها البيوت. اي نعم ست، بس احنا نطمح انه يعني هسه حاليا بدينا يعني مثلا قلت لك ست المرحله الاولى اللي هي كانت ال 44 بيت اللي هي قريبه حول النوري، هذه المرحله الثانيه اللي هي باتجاهنا في جورجيس، نتامل انه في حال انه حصلنا على تمويل انه بعد نستمر ان شاء الله. نعم ان شاء الله. هنطلع على غير بيت؟ يلا. عيني استاذ مهند استاذ عبد الله. Thank you.
يري بارك على موبايلك لا يقع. لازم اقربه كله من الانقاض، هاي كلها ممكن تتغير اثناء يعني هاي نكتشفها اثناء العمل. لا هاي اساسيه، احنا اكو طبعا قبل البدء باي عمليه اعمار اليونسكو قامت بتوثيق مجموعه من المنازل وحصلت على مجموعة من التفاصيل، سواء كانت تفاصيل حديدية، تفاصيل خشبية، تفاصيل الفرش، حتى لأن بعض البيوت، كثير من البيوت السعادة البيت تفاصيله واضحة، المحجلات مالته والتفصيل مالته واضح، الحماية مال الشبابيك، فإحنا نحاول قدر الإمكان هاي نرجعها موجودة، نعرف شلون كانت نرجعها مثل ما هي، بدون استخدام لحيم مثلاً، الفرش يتنظف يرجع، أكو بيوت ملامحها مختفية، مثلاً المحجل تم تبديله كله بتفاصيل حديثة. نحاول قدر الإمكان نرجعها، لازم نلقي له تفصيل قديم. طبعا في أغلب الأحيان ما يكون اجتهاد شخصي رجع البيت، يكون إما عن طريق صاحب البيت أو عن طريق أي تفصيل بسيط نلقيه بالبيت حتى نكتشف أصله أشون كان. هذا بمساحة أكبر، نعم طبعا البيوت تتراوح مساحتها، احنا عندنا بيوت مساحتها من ال 16 متر الى بيوت مساحتها يصل الى ال 600 متر. ايه اكو. يمكن بس بيت الصابونشي احنا اعرفه اكبر بيت في المنطقه يعني. والله اكو كثير بيوت. بيت يعني الصابونشي، بيت الصابونشي ضخم، هسه عندنا بيت زياده تقريبا مساحته تصل 500 متر. زين بيت الصابونشي يعني هو ظل محافظ على هذه المنطقه يعني مو احنا قبل شويه ذكرت ست ناديه كيفيه اختيار الطريق، احنا ما نختار بيوت عشوائيه. حتى وإن كانت تراثية، لأن إحنا راح نعيد البنى التحتية أيضاً الشارع، فإحنا نختار طريق، طبعاً بالبداية نختار أزيد من طريق تبعاً لتقييم البيوت وتقييم الأضرار الموجود بالبيوت وكمية القيمة التراثية لهذا الطريق اللي راح نختاره، نختار أحد الطرق اللي تم اختياره ونمشي بهذا الطريق. فجميع البيوت، أكو بيوت ضمن هذا الطريق، طبعاً أكو بيوت ما تراثية، أكو بيوت تم تحديثها بالكامل. تمام. العفو على بيت الصابونشي يعني هو يطل على المنطقتين، انتم لو توشعونه على الفرعين هو الباب مالته وظل محافظ، وهي يمكن يعني اصحابه نعرفهم خارج الموصل وبينه كل يعني العناصر المعماريه القديمه بحيث لا تحدثت ولا كذا ولا هاي، يعني تقدرون انتم اذا ما ضمن طريقنا. ها ما ضمن. بيت الصابونشي مو ضمن طريقنا. احنا عندنا بيوت، احنا عدا هذا المشروع مع البيوت اكو مشروعين منفصلين اللي هم بيت الصايغ وبيت زياده، هذول بيوت تابعه لدائرة الآثار والتراث. طبعاً بس مداخلة، هذول البيوت إنه إحنا شلون يعني عليها أساس اختاريناها؟ هذا هي دائرة الآثار والتراث هي رشحت لنا هاي البيتين، يعني لما نحن في إطار إنه تعاوننا وياهم إنه إحنا نريد مثلاً عندنا فد تمويل نريد نسوي فد، خلينا نقول فد، هي تعتبر البيوت الفخمة يعني ما هي بيوت عادية، فهم رشحوا لنا هاي البيتين ست يعني على هالأساس. هاي طبعا مثل ما تفضل الأستاذ هي منفصلة عن هاي البيوت، يعني تعتبر بحد ذاتها كل بيت يعتبر مشروع. نعم طبعا إعادة هذيك البيوت الحفاظ مالته يسموه ريهابليتيشن، لأن راح تحول الوظيفة مالته من بيت سكني إلى احتمال دائرة الآثار تقلبه مركز ثقافي. فأبدي ما أحتاج هاي الوظائف اللي استحدثوها أصحاب البيوت، أبدي أرجعه إلى فترة زمنية معينة هو كان بيها، ما مثل هاي البيوت أنا بريزرفيشن إلى آخر فترة كان يستخدمها صاحب البيت، فلازم أرجع له كافة احتياجاته أخلي البيت يلائم احتياجات آخر شخص كان يسكن هذا البيت. إنما هذيك البيوت لا، لأن دائرة الآثار راح تأخذها فترجع بغير ليفل من الحفاظ، طبعا ليفل أعلى يعني من هاي البيوت. نطلع على بيت ثاني لو عندكم أسئلة. زين هو اكو معايير ثابته انه انت بتختارون بها البيوت التراثيه، الا مثل ما قلت انه هي مسار كذا اخترتم الزقاق او شيء ثابت انه على هالاساس انه انت عاد تختارون البيوت التقابيه، اكو معايير انت بالبيوت التراثيه انت عاد تختارون على اساسها اي راح تكون.
ست مثل ما ذكرنا قبل شوية نفس هذا السؤال انطرح. لا ست هو احنا نختار مسارات، هي المسارات المتكاملة يعني. فاحنا لما نختار مسار ناخذ كل البيوت اللي بي سواء كانت هاي بيوت تراثية او نصف محدثة، في سبيل انه بالاضافه الى البنى التحتيه اللي هي الطريق، في سبيل ان يطلع المشروع متكامل. يعني احنا ما دا نختار البيوت على اساس انه مثلا هذا البيت هو ذو قيمه تراثيه بس هو واقع خارج المسار، لا ما نقدر. احنا دا نمشي بنهج الكتله، يعني بهالشكل احنا ماشيين حاليا. تعقيب على كلام ست ناديه، لان احنا حضرنا جلسه سابقه ويا يعني الاخوان ست ناديه والاستاذ مصطفى. المشروع مو فقط مشروع يهتم بالاثار او باعاده التراث او الناحيه المعماريه، المشروع بهدف انساني، يعني اعاده تسكين العوائل في نفس البيوت مثل ما يقول الاستاذ مصطفى. يعني هو يتفق او ياخذ التفاصيل من صاحب البيت اللي هو يشغل الوحده السكنيه حتى يقدر يرجع يستغلها مره ثانيه. فهم يراعون مو فقط اسس الاثار او التراث او الهندسه البحثه، هم دا ياخذون ناحيه انه هذا المسار راح يوفر ملجا او ماوى لكم عائله ممكن تعيش بداخل هذا الزقاق او الشارع بمأمن. لان يعني تعرفين احنا العوائل اكيد مستويات الماديه مختلفه، فاكو عائله تقدر تعيد البيت مثل ما كان، او عائله تقدر تسوي فد اضافات او ترميم يعني خلينا نقول عشوائي بحيث يدمر روح البناء الاصلي. فالمشروع بجانب إنساني، يمكن هذا بس حبيت أوضحه لأن أنتم ما حضرتوا الجلسة الأولى اللي إحنا تكلمنا بها عن أهداف المشروع. شكرا. أيضا يعني نقطة هي لها ربط بالنقطة اللي قالتها الست، أنه أيضا الهدف أنه نرجع الناس للمنطقة القديمة، باعتبار أن المنطقة تقريبا يعني شوية انهجرت من أهلها بسبب يعني حجم الدمار اللي صار. فإحنا أيضا يعني هذا الجانب هم مراعين، يعني لما أنت تعمر مثلا روت متكامل ممكن انه يرجعوا للناس، يكون يعني الخدمات ترجع به بصوره متكامله قدر المستطاع، احسن مثلا ما انه نختار بيوت عشوائيه وتبقى يعني الدمار موجود. فما اعتقد انه هم يكون دافع للناس انه ترجع لها. هسه راح ننتقل لبيت اخر. يعني مشكلة بوقتها، فهذا يعني كثير مشاكل. احنا يعني كل ما نحفر ارضية او نحفر فد مكان بالبيت نلاقي انه اكو فد كافيتيشن موجود داخل البيت، ولهذا دخلنا احدى تقنيات الحقن حتى نحقن اشكو فراغات يعني حتى نساعد على استقرار المنشأ. شنو السبب للحقن؟ يعني احنا الفراغات اللي موجودة هي بسبب اكيد الماء اللي موجود بداخل المنطقة، يعني استخدامهم الزائد للماء ومكانات يعني السراديب كنا نسدت ونغلقت، فكثير امور فنصادفها يعني من نحفر اي مكان كاسس او فد شيء راح بالضبط. يعني هو تصريف بالضبط، هي مشكله التصريف. اي بالضبط. فعندنا يعني تقنيه الحقن عن استعمالها على مود نعالج هاي المشكله. هاي الروافع يعني تضمن انه البناء يعني يظل حاكر ويقف، يعني عاد احسه يعني بالضبط. احنا انا بالنسبه لي شخصيا يعني مهندس مدني صار لي تقريبا 3 سنين احنا اشتغل احنا بالمنطقه القديمه من البدايه يعني ويا المنظمات والى حد الان ويا اليونسكو. بناء الحجر له فد ميزه يعني ما مثل البناء العادي الكونكريت والبلوك، يعني تشوف البيت انه تقول اوكي هو راح يقع يعني خطر، بس هو لا يعني هو ماسك نفسه مثل ما نقول. اي فمثل هيك شيء يعني انا بالنسبه لي كراي شخصي اشوفه اوكي وراح نبني بيه انه حائط يرجع تنعقد العقاده نرجع نصعد بيه حائط الداخلي فوق. يعني الحجر تبنونه بحجر؟ ايه طبعا اكيد. ايه نفس الماده نفس الماده بالضبط نفس الماده. هسه راح نشوف البيوت هناك طبعا نفس هذا السوق يجوز اسوأهم كانت، راح نشوف هسه بالمرحله الاولى، ولو بس نفوت بهذا اخر بيت من المرحله الثانيه ونعبر على المرحله بس مرات. لا لا شيل 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 الصفحه. يعني هذا بمصر يعني يقومون يشتغلون. ايه
مبلغ هذا يصينوا ويرجعوا اللي يعرف قيمته اللي يعرف قيمته والله اللي يعرف قيمته. طبعا هنا هذا احد البيوت ايضا به تحديات. هذا البيت يمكن من اقدم البيوت اللي موجوده عندنا، يعني هسه اذا تفوتون بالسرداب اللي موجود راح تشوفون في الطريقه حتى غريبه بالبناء الاقواس والعقاده. حسب ما يقال من صاحب البيت انه كان يعني اكو مثلا نفق يربط هذا البيت ويا هذا البيت، هذا موجود يعني فطريقه معينه بالفتره الجليليه الجليليين حكموا الموصل، فكانت بيوتهم واحد يم الاخر. تمام. فايش سووا من ضمن الاشياء اللي عملوها انه ربطوا انفاق بين كل بيت وبيت. اتصور مو نفق صغير، لا نفق كبير. يعني من ضمن المسائل التاريخيه اللي ذكرت انه الجليليين زوجوا بنتهم ما طلعت من باب الحوش، فاتت على الخيل ودوها على بيت صديق باشا الجليلي، زوجت بابنه من النفق ما طلعوها برا. فالانفاق موجوده كثير بالموصل. ايضا التهريب يمكن يستعملوها في شيء يعني. لا ما تهريب، بس بالعصر العثماني اكو مشكله. لا دكتور تعرف شنو اخذ عسكر اللي شفناها بالهاي السوريه، هذول حتى شلون ينهزم؟ بس انت فت ببيتك تيجي تدور عليه ما تلاقيه، فات من مكان طلع من مكان اخر. وبيت نعمان الدباغ كذلك، حتى بي نحن نسميها بعاميتنا التختبويه، يعني مكان يتغبى بيه، تشوف مثل المكان بالحائط ومخلين شو مخلين يعني مساترين وب يعني شوف موبيليا معينه او شيء او كابينه بالضبط حتى ما يبين شيء اللي وراه. هاي موجوده موجوده كثير يعني. ولهذا يعني البيت هو فعلا يعني قديم مثل ما تشوفون، فماكو شيء عدل يعني كله مائل. ف ماكو يعني الشبابيك فهاي صراحه شويه من الامور المعقده. يعني احنا تعرفين يعني حياه عمال عندنا يعني من نشتغل، اي فقدر المستطاع احنا يعني عن نتبع اجراءات السلامه بالضبط. اي هذا طبعا كله مائل الى الشارع يعني بسبب الفراغات اللي صارت بالشارع بالضبط. يعني والله السبب الرئيسي من رأيي الشخصي يعني ورأي المهندسين وياي هو المي، التصريف المي. يعني كل واحد مسوي له حفرة بالبيت بالحوش ويودي المي به، يعني مشكلة يعني. ولهذا كل الأساسات وهي صارت فراغات. مشكلة تصريف المياه يمكن أنتم حكيتوا عنها بالمرحلة الأولى وقلتوا هي أكثر المشاكل المعقدة بالنسبة للمشروع. هسا هذه المشكله يعني خلينا نقول نوعا ما اكو فد معالجات او يعني ممكن المرحله الاولى يعني جابت نتائج ايجابيه يعني طريقه تصريف المياه بالبيوت، لان اكيد اذا يرجع الاستخدام للبيت ترجع نفس المشكله، يعني مشكله تصريف المياه وتجمع المياه تحت البيوت او استخدام الحفر داخل الساحات. احنا من ناحيه التصريف يعني خاصه من المرحله الاولى يعني وصلنا بها مرحله عبرناها، يعني صراحة هي مشكلة عظيمة يعني. فإحنا قدر الإمكان حاولنا أنه ما يبقى مي بالبيت، يعني كله مي يخرج إلى الساقية الخارجية اللي موجودة بالشارع. أما الساقية الخارجية فهاي ذكرناها يمكن إذا تذكرين، فهاي يحتاج لها ميزانية الدولة يعني أنه تكرمون للمياه المياه الثقيلة، يراد لها شبكات، يراد لها فيراد لها ميزانية الدولة كاملة تعالج كل هاي الأمور. أما إحنا حالياً فقط انه نعالج البيت والمياه التصريف تخرج الى طبعا الساقيه الوسطيه، عدا المياه الثقيله هي سبتي تنكات موجوده يعني داخل البيت. هذه بوقتها مشكله المياه التصريف ما موجوده بوقتها. بوقتها ما كانت موجوده بحينها، بس لكن بسبب الزياده المطرده للسكان هذه احدى الاسباب. وايضا عوامل اخرى منها بناء سد الموصل. هذه سببت في خلق هذه المشاكل، لأن يعني الضغط الهيدروستاتيكي للمياه له تأثير على مسافات بعيدة تبعد عن جسم السد نفسه، يعني تصل إلى 100 كيلومتر. فهذه إحدى الأسباب اللي ظهرت لاحقا بالموصل، أما في حينها ما موجود هاي المشكلة، يعني قبل 100 سنة قبل السد حاليا اي احدى الاسباب، لان يعني بي ضغط هيدروستاتيكي للمياه يمتد 100 كيلومتر ما قليل 100 كيلومتر عن كل الجهات. احنا موجود عندنا بياره، لقينا بياره ايضا تراثيه يعني باحد البيوت. نعم. المي تقريبا 16 متر عن هي احدى الاسباب يعني. وايضا بسبب الزياده المطرده والاستخدام الزائد لل نعم هذن اثنين هن يعني اشتركن وساهمن في خلق هذه المشكله. اما في حينها ما موجوده ابدا يعني. نطلع هسه على المرحله الاولى. هاي إن شاء الله كلها راح نعالجها يعني عندنا في الطرق ما شاء الله عليها.
أبناء المنطقة كثير بصراحة وتعاملوا كثير جيد ومساعد. ساعد على إنه أهل المنطقة يصدرون إلى هاي طبعا هذا البيت هو ايضا من البيوت التراثيه اللي موجوده عندنا المرحله الاولى. هذا البيت كان للاسف متعرض الى قصف صاروخ يعني من فوق نازل الى السرداب. فاحنا بالبدايه بنيناه كمراحل، اول شيء سوينا السرداب، بعدين رجعنا الغرفه اللي فوق مثل ما تشوفون، وحاليا احنا بالسطح بهاي الاماكن ان شاء الله. فنصعد فوقهم اذا تريدون حتى تشوفون طريقة الفرش، وأستاذ عثمان هم يشرح لكم على التركيب مالتها. تمام؟ بس دير بالكم يعني من الدرج أو فتح. نظفته؟ أكو مجال؟ والله صار خلنا تشيك بس. هذا الشيء استاذ العزيز، احنا بالنسبه لنا ذكرنا هذا اذا تذكر بالجلسه، احنا بالبدايه سوينا بحوث واجرينا فحوصات على المواد اللي كانت تستعمل. احنا المواد اللي كانت تستعمل سابقا ذكرناها انه هو الجص، كانوا يطحنوه بالمندرونه او هيك شيء ويرجعون يشتغلون. احنا حاليا ما متوفر عندنا، متوفر عندنا فقط الجص النقي. هذا الجص النقي اذا اشتغلناه هسه على لونه قريب على ذاك الجص اللي كان استاذ، هذا لونه انت بيت يعني عمره تقريبا 100 150 سنه، اكيد يعني اللون راح يتغير. نعم. لا بس مو ابيض زين. عندك مصادر استاذ بهذا الشيء؟ ما يعني الصور يعني كلها ابيض واسود صراحه ما تبين يعني احنا ناس بيت جدي بال 63 انبنى، بال 63 الجص مالته لونه على نفس هذا اللون بال 63. فالمفروض يعني الالوان موجود يعني اعتقد بالمقالع الوان الجص تختلف. هذه درجة الحرق هم لها درجة الحرق. نعم استاذ عزيز، انت الالوان هذا تعتمد على نقاوة الجص نفسه. اذا الجص نقي اشقد الجص نقي اشقد بياض يكون. طبعا حتى هنا متوفر اكو جص احمر يسموه وجص ابيض. احنا اللي يعني استعملوا جص احمر، بس انت اشوف هذا البياض ليش؟ هذا البياض لان احنا حاطين نسبه يعني نسبة الغالبه هي نسبه من النوره. بالضبط يضيفون بس مو بكل مقابل. النوره ما تصلح بكل مقابل. النوره تصلح فقط اغلب الاسس. يعني حتى شنو هو قوي كونكريت. ما تتاثر برطوبه ابدا. بالضبط، ولهذا احنا استعملناها باللبخ وبالبناء. نعم. تمام. هو يعني كعامل مساعد للجص. بالضبط، يحسن تحسين خواص. الجص اذا تعرض للماء درجة الصلابة مالته تصير صفر.
درجة صلابة الجسر تصير صفر، يعني أي قوة تفلشوا. طبعا هي الرطوبة عذرا يعني، ليش الجص يعني بحد ذاته؟ لأن من ضمن المواد اللي متوفرة المعمار هذا موجود قدامك حجر وقدامك هذا هو طحن ويصير جص نفس من نفس الحجر يطحن ويصير جص. وكذلك حتى العمارة اللي موجودة دكتور ياسمين تسعفنا بهاي المعلومات، العمارة السومرية ولا العمارة البابلية والآشورية كلها أغلبها من الطين، ليش؟ لتوفر مادة الطين، مو حجارة بالوسط والجنوب ما موجود حجارة. تمام مضبوط. كانت حضارة طينية. أستاذ مصطفى طالب هنا عنده سؤال. عفوا. إيه منو عنده سؤال؟ هاي. يعني أنا كطالب أشهر أميز إنه هاي المادة أصلية لكن تم طلبتها بعدين. يعني أنا أعتقد إنه هذا الشيء يعني بالنسبة لي أنا ماجستير بالمواد إنشاء، اختصاص بالمواد إنشاء، فأقدر يعني عن طريق فحوصات معينة أو فد شيء. أكيد تحاليل مختبرية فحوصات. أنا ما أعرف صراحة اختصاصكم تدرسون المواد. أكيد إيه طبعا إيه. إيه. بس مواد بشكل عام يعني انتوا تدرسون يعني ما اعرف مختصر مفيد شلون تقدر تميزها يعني. احنا بالنسبه لي انا اقدر اميزها يعني اقدر اميزها يعني بها طريقه مثلا خطوط عامه من اللون من طريقه التنفيذ، هي تريد تميز يعني بين الماده اللي كانت اساسا بالبناء واللي انت هسه تضيفها اثناء لا انت اذا الاساس إن كانت بالبناء موجوده مثل ما ذكر الاستاذ انه مبين لونها هاي نتيجه عوامل الطبيعه اللي صار، بس الجديده قصدي شنو انه تميزين انه طريقه البناء تراثي او خلينا نقول جص صافي تقدرين يعني. اكو فد ملاحظه يعني يعني تجربه بسيطه انا اكتشفتها انه نفس الماده يعني بالطرق مالتها اذا بيها رنه معناتها بيها نوره، اذا ما بيها رنه ماده صلده حيل هذه جص، لان كثافة النور تكون شوية أقل من كثافة الجص، فهذا يعني أبسط مثال يعني، فهي تعتمد على الخبرة وعلى الفحوصات أيضا المختبرية والكيميائية طبعا المادة. هذا الفرش بعد ما يعني هذا ما كامل تصليح، بس هذا الفرش عندنا هنا هذا كله جديد، بس بعد حتى ما بدينا بالنقش ماله هذا لأن كله نزال بنتيجة. الأدوات اللي تستخدموها بالنقش. أدوات أستاذ عثمان. أدوات النقش إذا تقدر. ممكن استراتيجيه استاذ اسمها شنو هي الادوات بس الباكات شنو هي الادوات اللي تستخدمها بالنقش؟ يعني ادوات النقش حاليا راح تستخدم في اغلب الاحيان نفس الالات السابقه اللي استخدمت اللي هي المطرقه مع الازميل اللي هو الجسم يعني اللي خلينا نقول الشفرات المتوفره بالسوق في نعم في بعض الاحيان. ليش ما تكون شفره يعني من حداد قديم كن صنع ابن ابوه صنع يعني ما هذا رايي نعم هو رأيي. هو ممكن بس لسهوله العمل والسرعه تعرف نحن محكومين بوقت يعني انا معك ايه انا معك بس انت تدري هسه ايه حاليا عندك اجزاء يمكن حديثه يمكن هاي الجزء نعم ايه هذا الجزء حديثه سالم تحفر بازميل او نعم او اداه حديثه ما راح تكون بنفس العمق وبنفس بنفس يعني الشكل الطراز الزخرفه عمقها مضمونها وشكلها اللي انت والله دكتور هي يعني بصراحه انا بالنسبه لي يعني نحن ما نجي نشتغل ونمشي لا لا نحط قطعه تجريبيه بيدي نعم. نحط علامه اليونسكو نفسها بالفرش وبالازميل وبالمطرقه ايه. حاليا كل المنحوتات اللي عندنا هي باستخدام هذه الطريقه وراح نشوفها ان شاء الله وبارزه وبيها تجسيم مثل ما تريد بالضبط يعني جيد هسه نشوفها بالضبط يعني يعني نحن رقم 2 نحن بيش عن نستفاد انه هاي المزامير الحديثه الازميل الحديد العفو الماده ماله قاسيه وحاده جدا حتى لا تؤذي الفرش خصوصا الحواف لا تتكسر يعني اللي يعني الحرفي هسه على الموجود الحداد اللي هو الجسر القديم خلينا نقول اذا تيجي علينا وتقول له اعطيني نفس المواصفات مهارته ما مثل مهارة اللي كان يصنعها قبل 100 سنة. أنا أيدك بهاي المسألة. بس هاي المشكلة. نحن نبدأ نقرب. إيه. طبعًا هي ممكن إذا بدورة تدريبية تعليمية للطلاب معينين ممكن واحد يعمل هاي الأدوات ونقول لهم هاي كان يستخدمها سابقًا فعلًا اللي كان ينحت. إيه نعم. أما عمليًا. سوريا حلب يعني نعم. الجامع الأموي. عند المدرسة تنتج هاي الأشياء القديمة.
صح. والله دكتورة يعني نحن هسا على مشروع التبت أهم نقطة ست نادية ممكن تحكي لك عليك يعني مدرسة أو أشياء نقول وليش هي ما نستعين بالضبط يعني مجرد استشارات نعم وحتى يعني نستطيع الأشياء هذه نستطيع جلب يعني مع العلم نعم. نحن أهلنا قبل كان دكتورة شايفينها بالتاريخ نحن التاريخنا يقول الطرق التجارية سهلة وسلسة بذاك الوقت صح يعني من ضمن الشغلات الحلوة فتت على بيت أحمد شاب أحمد النجار فكان هو جده بيت جده فيقول أني قلت له هاي عجبتني براية دكتورة طويلة قامت الرجل قلت له هاي قال هاي جدي خصص لها بعير جابه من حلب بعير بحد ذاته يعني تعرف هذاك حلب مسافة يعني يجوز أسبوعين ثلاثة أسابيع مشي فريت استاذ يعني هاي اهم شيء انه مثلا تعملون اشياء ما نقول مشروع او مدرسه تنتج هاي الاشياء والله يعني دكتوره نحن حاليا ربما مثلا واحد مثلا انا هسه انا كثير تعجبني بنت الشرقيه يعني كنت اتمنى حتى بالجانب الايسر ابني شرقي صح نعم تاريخ المدينه هاي يعني صح. يعني حتى اشياء نتعزز هاي مثل ما اكون تبوح الموصل يعني حتى اطيق اعمل مثلا مجمع سكني مجمع سكن قريب يعني قريب قريب صح نفس ما موجود القديم وبالله يعني صح. يعني يصير علينا إقبال ما له نظير يعني وأشني وتحافظ على تراث الموصل وأشو ما نقول المواد بنفس هذه المواد يظل يبقى والله دكتور يعني هو كان أنواع أكو برنامج هاي الأشياء يعني نعم. هاي أساس هذا الشيء نحن يعني أنتم إذاعتكم هذا عندنا برنامج مال تبث اللي هي من ناس متدربين عايشون من أهالي الموصل اللي دخلناهم الدورات على جميع الاعمال يعني هذا العفو البناء بالجص بناء العفو من نوره بناء الحجر تصليح الفرش يعني النحت على الفرش هذا دخلناهم دورات طبعا ما تعملون مدرسه بقى نعم هذا ممكن بس في الوقت الحالي يعني هي حسب الاهميه تجي هسه الشيء الاهم هو انه اعاده تاهيل الدور ويرجع الساكنين يعني هذا ما بعد ممكن ما بعد اعتمادا على التجربه اللي حدثت اساس هذا المشروع نعم. هو هذا اكيد ايه اكيد هو انت قصدي اللبنه الاساسيه صح نعم اللبنه الاساسيه يعني من حتى تكون يعمل لكم مثل هذا يعني هو ما فرض شيء ايري دكتوره كلنا عملتها كلنا عملناها هذه كثير اجزاء مفقوده من هذه رجعناها نفسها ما تنفرق فانت يعني اعمل مدرسه يعني حتى يعني هذاك الجانب تقول يستعينون يجيبون هاي الزخم طبعا طبعا يعني مشروع ضخم طبعا هي يعني اتمنى من هذا الشيء يعني هذا اساس اي اعمار انتم هاي تفتحون مشروع هذا وتخلونه يعني واحد يخلفه هاي اذا انتم تريدون مثلا انتم على مشروع روح الموصل او اعاده روح الموصل هذا اساسه ان مثلا تعمرون وتسدون الباب ومع السلامه لا ما هو صاعدنا هون هاي هون صاعد فائده ضمنيه عندنا دكتوره أيه؟ انه هذه البيوت ما تعمرت جبنا ناس حرفيين قسم منهم اصلا ما عندهم حرامات يعني هي استاذ حرامات هسه أيه؟ اكو بقايا من هاي الحرفيين بس استغلوها الله يحفظكم أيه بس خلي وصل فكره اذا نعم. دكتوره يعني اكو قسم من الاعمال اصلا كلها طردت فاللي حدث انه من جبنا هاي الناس اللي ساهموا في اعمار هذه البيوت عطيناهم توجيهات بطريقة معينة قاموا يمارسون هاي المهنة صاروا محترفين بها هذول هسه الناتج هيم صاروا حرفيين يعني محترفين فعلا بهذا العمل وهي مسعة إذا في أي مشروع ثاني يصير بناء بنفس الطريقة أكو ناس كادر يعني ما يتقارب يعني فوق 500 شخص شيء فرق نعم. يعني تمام إيه جهة رسمية نعم يعني أشو ما نقول مدرسة هي هاي تنتج لهذا واحد يعلم لله اكيد 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 هي صارت ضمنيه هاي القضيه يعني والدي كان يتحدث انه البنائين اكثرهم مسيحيين يعني وخاصه اذا تريد نقوش وما نقوش المسيحيين هي بيوتهم هذا لان نحن شويه بالاسلامي نحرم شويه النقوش فلاحظت مره انا عملت جوله اشقد تكون البيوت البعيده عن الجوامع او شيء ترشع بها نقوش بس اذا ترشع انا جيتوا على الجامع الكبير وصورتوا كل البيوت وشع كلها صماء زخار أشني البيوت أو الواجهات الصيغ صماء يعني هسه إذا تروح باب البيض أنا صورت باب البيض بعض البيوت أشكوا بيها صور الأسد الأسود هاي متقابلة Yeah.
محمد بلا زحمي هاني والله اكو شو لا يعني سالتم على طريقه التصليح لما كنا بالبدايه فاذا اندحق على هذا العمود خليه يتمسع يعني دخوله مليح هذا طبعا يحتاج له بعد بولش لان اثر المعجون التصليح بس يحتاج له بولش بس هذا كعمود هذا الاصلي بس دقيقه اذا ممكن فاريد اشاركم صورته شلون كان سابقا يعني دكتور لاحظ شلون كان هالشون كانت الدنقة يعني متاكلة هالشون كانت متاكلة هذا العمود بالذات هذا التاج ماله الفوق هذا التاج هاي المنطقة تشوفوها يعني كأنه تبين ما مصلحة اللي هي كانت صورتها هذه بالحقيقة صح يعني عن حاول تصليح قدر الإمكان طبعا هذا الجزء نفس الشيء كان متاكل هسا أشوف نفس الشيء متاكل مثل هذا نقص كان رجعناه بطريقه باستخدام الحجر وايبوكسيات بحيث ما يبين هذا بعد التنظيف وبعد البولش ما راح يبين نهائيا شيء طبعا هاي الاقواس فيها نواقص كان يعني هاي القطعه 1 2 3 4 5 الخامسه نحتناها ورجعناها عاد تشوفون اثر معجون بعد فوقه هاي بد من تتبولش دوح الاثر لان هذا معجون ننتظره بس وبعدين بالاخر البولش حتى الصباغ يكمل حتى لا يتوسع هذا حديث كذلك نعم اسمه الحديد للتقويه للتقويه هذا 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 الواجهه الامامكم كلها هذه تعرضت للتصليح يعني كلها كانت عباره عن تكسرات اثار شظايا هذا الفرش الاصلي لا العقد الداخلي تقصد هذا ما ايه لا اصلي ايه 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 لان اغلب العقود اللي يستخدم بالعقد العثماني يسميه عقد منبطح يعني بيه تقويس بسيط فقط اما المستقيم اغلبه لا عذرا اما المستقيم يعني تقريبا شبيه بهذا شوف يعني نحن قصوا على مود الباب مجوز من وراء الباب لكن شوف المعمار لما يريد يشتغل ايش يحكي يقول له البيت شلون تريدون يعني نحن نفكر ما هو فكره يقول لك هو غير الديزاين احنا بعاميتنا يقول لك الشكل نفس الشكل غير هذني نفس هذني فش يسوي تمازج ما بين هذا وما بين هذا مدخل بس ما هي نافذة هو نفس العقد نحن نسميه عقد وانتم تسمونه قوس بالهندسة بالضبط فهذا لا هذا مو عقد لان بصراحة غير انا شفته دخيل شيء يعني من كثرة مشاهدتي من كثرة دراستي رأسا يبين عندي الدخيل بصراحة. أعتقد أهل البيت يعني في قصور على مود الأبواب. صحيح. احتمال إيه. حتى يعلي المدخل. لا دكتورة مو بس هاي يعني أنت شوفي الشبابيك نفس الديزاين شباك والهذي بعض أو يسوي في بعض الأحيان قوس بيت أمين بقى الجليلي شو مسوي قوس ومدخل من ضمنه الشياش فرد شيء حلو بشكل والله أستاذ عثمان عندي سؤال إذا ممكن يعني يعني بعد صيانة هذه الأجزاء يعني من هذا البناء نعم ايش كذا العمر الافتراضي يعني نعم. لاستدامة هذه العناصر كهذا العمود او هذه العقود او نعم يعني طبعا العمر الافتراضي راح يعتمد على العوامل الجوية وعلى الطريقة اللي راح يتعامل بها الساكن مع الدار اذا الساكن مع الدار ما قام باي عمليات تكسير وتخريب فما عليه كل شيء بالنسبة لتأثير العوامل الجوية على الفرش نعم نحن عندنا مادة خاصة بعد ما خلصت الفرش بالتنظيف والتصليح مادة خاصة نطليها نعم. لا تغير من اللون نعم. لون الفرش ما تغيره ولا تعطينه لمعة يعني الطابة الكامل كوتينج طبقة كوتينج راح يندهن بها بحيث لا تعطينه لون ولا تعطينه لمعة من تشوف تقول ما مدهون بأي مادة هذا زين شفافة شفافة ويدون لمعة يعني ليست هي يعني هي خاصة للتعامل مع الفرش الرخام يعني لا تعطي طبقة دهنية ولا لمعة ولا تغير من اللون وبنفس الوقت الماء ما يأثر على الفرش نهائيا بعد هو هذه النقطة يعني نحن والعوامل الجوية رقم واحد هو مياه الأمطار اي نعم فتأثير الماء عندنا نموذج عملناه بالأوفيس عملنا نموذج على جزئين بحيث اللي انطلت بالهاي المادة اللي سمت سيكا كار نهائيا الماء ما يقف عليها يعني كأنه كنت دهنت بدهن الشون بدهن ما يقف عليه ماي طبعا راح تحافظ عليها الى خلينا نقول الى 10 سنوات مستقبلا بعد تندهن
مرت اللوخ يعني كل 10 سنوات مثلا صاحب الدار يطويها بالمادة تحافظ عليها مدى يعني. مدى العمر إيه نعم مدى العمر. طبعا هذا البيت هذا البيت اللي احنا بيه هو من اهم البيوت التراثية الموجودة بالمنطقة، كان نسبة الضرر بيه كلش كبيرة حقيقة. عدنا تأهيل وإعادة تأهيل وركزنا ايضا اعمال الحلان الفرش الموجود مثل ما تشوفون، ايضا النقوش الموجودة بيه. اشركنا ايضا بالمشروع حقيقة، جوابا على سؤال الدكتورة، اشركنا متدربين من مدينة الموصل يعني عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اخترنا للوجبة الأولى 359 متدرب أشركناهم بالأعمال التراثية، النقش، أعمال الفرش، أعمال الحدادة، أيضا أعمال النجارة، عندنا أعمال اللبخ بمادة النورة، وأيضا انطيناهم نبذة تعريفية كبيرة عن أهمية البناء التراثي وإعادة إحياء روح الموصل، واستفادوا كلش من المشروع بالضبط. نعم، واحنا ايضا عندنا بالوجبه الثانيه ان شاء الله 850 متدرب ومتدربه مختلف الاعمار، اعمار شبابيه في العموم، وايضا يكونوا متفرغين للاعمال. ادرجناهم مع الشركه واول باول، حاليا المشروع شغال، هو مشروع تيفيد، مشروع المتدربين الموجودين بالمنطقه القديمه منظمه اليونسكو. طبعا هذا الـ يعني نسبه الانجاز بهذا البيت بحدود 70 إلى 80%، باقي انه مسائل قليل ان شاء الله نكمل انجاز البيت ان شاء الله. بس تفضلي. يعني تكلمت انت عن الكادر، وانا قبلها سالت ست نادي عن اليد العامله بالمرحلتين، وانا اعرف اليه العمل تكون بالتنسيق مع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، ويتم التنسيق مع شركه مختصه، وهاي الشركه هي ترشح متدربين. بس يا حبذا لو يكون مثلا تقديم يعني للعمل على اساس مثلا الخبره او الهوايه، ممكن يكون مثلا هو الشخص المتقدم للعمل عنده خبره مثلا بالاعمال الحفر على الحجر او الخشب او الاعمال الاخرى، ويعني يا ريت ممكن احنا مثلا نخلق فد اليه او فد يكون مثلا لينك للتقديم معين عن طريق الشركه، بحيث نقدر طلاب الاثار يقدرون يقدمون. يعني هذا من يجي هو دارس 4 سنوات على الأقل يعرف شنو الأثر، شنو الفرق بين الآثار والتراث، الآثار الإسلامية، المدة الزمنية، يعني يقدر يعني يكون العمل متكامل. هو يحتاج فرصة عمل، وبنفس الوقت من يجيكم يعني على الأقل عنده خبرة بعمر المبنى أو قيمة المبنى التراثي أو يعني أي مبنى كان. فياريت نسوي فالتنسيق أو فدآلية مثلاً، بحيث هم نقدر نوفر لكم احنا كادر يكون متدرب، يعني الطالب 4 سنوات اكيد عنده خبره ومعلومات، وبنفس الوقت احنا هم نساعدكم بهذا المجال. عفوا، شكرا دكتوره. طبعا بالنسبه للسؤال الاول فيما يخص نوعيه المتدربين، حقيقه هو التقديم يصير عن طريق رابط، الرابط موجود بالمديريه العمل والشؤون الاجتماعيه في حي الشرطه تحديدا، وايضا موجود عندنا منظمه اليونسكو، فاي واحد يجينا احنا نعطيه الرابط وايضا يقدر يراجع. يمكن الاعلام نحتاج اعلام اكثر بهذا الجانب بخصوص التقديم. بخصوص نوعيه المتدربين، حقيقه المتدرب اللي يجينا احنا مثلا ما اقدر اقول له، اهم شيء عندي انه متفرغ للعمل وانه يحب انه يشتغل بهذا المشروع. فيعني بالنسبه لنا بالعكس، انه الاثار بالضبط هم اولى من غيرهم بالتقديم، بالضبط صحيح. بس بنفس الوقت هو إتاحة فرصة عمل للجميع، يعني هو هذا المشروع، وأيضا إتاحة فرصة لهذه المشاريع النوعية بهذه المدينة القديمة، فالفرصة متاحة للجميع إن شاء الله. وأكيد اللي يقدم أكيد يرى. نعم نعم، يعني يا ريت يعني طلاب الآثار هي يكون لهم الأولوية بالعمل، خاصة إنهم ما راح يحفظون شلون راح يحافظون على الأثر وشلون راح يتعاملون مع يعني فيا ريت والله يعني يا ريت يعني إن شاء الله إن شاء الله ننقل هاي الصورة إن شاء الله المدير المشروع المتدربين، وإن شاء الله أكو تحديثات كثيرة، لأنه حقيقة هو بداية المشروع يعني ما صار أقل من سنة من، وحاليا الشركة الأولى نسبة الإنجاز مالها 70%، والثاني بعد بداية العمل يعني ما صار لأقل من شهر من بدأت بالعمل، والعمل مفتوح إن شاء الله أمامنا، وإن شاء الله يا رب نفتح مشاريع أخرى وإن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. أحد يسأل مثل
اوكي يلا. بس لحظه ست نادي، يا ريت تكونين هنا. يلا يلا ست، بس هاي العفو. اي تمام. انا في المنطقة القديمة بسبب وايد فكرين عندك.